حفظ السنة أمرها عجيب جدا، وقد جعل الله عز وجل لحفظ السنة رجالا لكي يستعمل هؤلاء الرجال في طاعته سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يستعمله في طاعته. فالله عز وجل يسخر أقواما، هؤلاء الأقوام مسخرون لخدمة السنة ولخدمة القرآن لأمر أراده الله عز وجل. ولذلك يقولون، ذكروا في القصص أن رجلا ألف وذكر اسمه بعينه، ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه، قال: كنت يهوديا أبيع في سوق بغداد، فكتبت، فجاءتني فكرة، لما لا أكتب نسخة من التوراة وأغير فيها وأزيد. قال: فكتبت نسخة من التوراة في سوق بغداد وزدت فيها قليلا. قال: ثم خرجت من السوق وبيعت النسخة وما تكلم أحد. قال: ثم بعد بضعة أشهر كتبت نسخة أخرى من الإنجيل وبيعتها في سوق بغداد فبيعت وما تكلم أحد. قال: ثم بعد بضعة أشهر كتبت نسخة من القرآن وبيعتها في سوق بغداد. يقول ذلك الرجل، ونقله عنه الخطيب بعينه، قال: فما خرجت من سوق بغداد إلا وأهل السوق كلهم يتحدثون: بيع اليوم في سوق بغداد نسخة من القرآن فيها سقط. فالله عز وجل هو الذي حفظ القرآن وحفظ السنة مثله. جاء أن رجلا كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في عهد خلفاء بني العباس، فلما أراد أن يعاقبه الخليفة تبسم، قال: تعاقبني كما تشاء، ولكني قد كذبت على نبيكم في أحاديث كثيرة. فضحك الخليفة وقال: أين أنت من الصيارفة الذين يستطيعون أن يميزوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من غيرها؟ كان أولئك طبقات الحديث العلماء قديما، أحدهم يرحل الرحلة الطويلة لأجل حديث. شعبة تنقل، شعبة بن الحجاج الكوفي، تنقل بين 5 مدن لأجل حديث واحد سمعه من الأول، فقال: عدثني عن فلان، فانتقل للثاني، ثم انتقل للثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، حتى يطلب علو الإسناد ويتأكد من اللفظ. هذا مثال، والأمثلة بالعشرات.